الحدث مع أحمد القماطي. الحدث، أهلا بكم مشاهدينا. نواصل معكم اليوم تغطية التطورات المتسارعة في جنوبنا الحبيب بعد مجزرة براك المروعة، والتي سقط فيها ما يربو عن 150 شهيدا من أبناء الجنوب على يد ميليشيا القوى الثالثة التابعة للمجلس العسكري مصراتة والمتحالفة مع سرايا الدفاع ذات التوجهات القاعدية. المهلة التي أعطاها أعيان وحكماء فزان لخروج الميليشيات التي أوغلت في دماء أبنائهم انتهت، وعلى الفور خرجت مظاهرة سلمية في محيط قاعدة تمنهنت الجوية طالبت محتليها بالإسراع في تسليم القاعدة، كما خولت القوات المسلحة الليبية باتخاذ الإجراءات الضرورية الرادعة لتحرير الجنوب ووقف تغول وإجرام الميليشيات الإرهابية. كما سنرصد اليوم في برنامج الحدث كذلك زيارة جنرال توماس فيلدهاوسر قائد العمليات العسكرية الأمريكية في أفريقيا إلى طرابلس. أسأل عن التوقيت والرسائل من وراء هذه الزيارة. في الوقت الذي نتابع فيه تطورات الأحداث الأخيرة في البلاد وخاصة ما يحصل في الجنوب وما تلاها من ردود أفعال وبيانات غير مسؤولة من قبل ما يسمى بتجمع نواب وسياسي مصراتة والمجلس البلدي المسقط شعبيا، وما صدر عن الأحزاب السياسية وخاصة حزب العدالة والبناء، فإننا نؤكد على التالي: أولا، نترحم على شهداء العدوان الإماراتي المصري المساند لما يسمى بعملية الكرامة في مناطق هون وودان وسوكنة، ونعزي عائلاتهم الكريمة ونسأل الله لهم الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. ثانيا، ندين ما صدر عما يسمى بتجمع نواب وسياسي مصراتة والمجلس البلدي المسقط شعبيا، وما صدر عن الأحزاب السياسية وخاصة حزب العدالة والبناء، وأن هؤلاء لا يمثلون إلا أنفسهم. ثالثا، نحيي انتصارات الأبطال في اللواء 13 والقوات المساندة لهم في العملية البطولية التي قاموا بها في قاعدة براك الشاطئ، واستردادهم لما سلب منهم وقطع الطريق أمام مجرم الحرب حفتر، وأننا معهم قلبا وقالبا. أهلا بكم مشاهدينا، يسعدني أن أرحب بضيوفي في هذه الحلقة من برنامج الحدث هنا في الاستوديو: دكتور عاطف الحسية الأكاديمي بجامعة عمر المختار المهتم بالشأن العام، وأيضا أرحب بضيفي الأستاذ صلاح بخزام عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور ابن منطقة براك الشاطئ، يحدثني عبر الأقمار الصناعية. كما أرحب أيضا بالأستاذ علي السعيدي عضو مجلس النواب والأستاذ إسماعيل الشريف عضو مجلس النواب. كذلك بعد قليل تنضم إلي الأستاذة آمنة أمطير عضو مجلس الدولة المقترح. بداية أرحب بك دكتور عاطف الحسية. مهلة 72 ساعة انتهت، أهل الجنوب حكماؤهم خرجوا في مظاهرة سلمية، أصدروا بعدها بيان خول القوات المسلحة باتخاذ الإجراءات الضرورية. هذا المعول من أهل الجنوب؟ هذا هو الرد المتوقع منهم؟ هل هذا كافي برأيك؟ في البداية لا يسعني إلا أن أترحم على كل من سقط شهيدا في نتيجة هذا الهجوم الغادر في براك الشاطئ وكل أهل فزان، فعزاؤنا واحد وعزاؤنا في الوطن واحد بإذن الله. أعتقد بأن وصول أهل الجنوب إلى نتيجة بأن يحذر كل من هو دخيل على منطقة فزان في الاستيلاء على ثكنات ومقرات عسكرية تتبع الدولة هي بالتأكيد خطوة محمودة، ولكن أيضا الخطوة المهمة هي خروج مظاهرات سلمية أمام قاعدة تمنهنت، وهي خطوة مهمة جدا لدعم كل من يريد تخليص فزان من هذه الميليشيات. وأرى بأن تطور الأحداث بتحذير
هؤلاء المنضمين إلى الميليشيات والتي قد تكون غالبة عليها الطابع الإرهابي أكثر من الميليشيات، أعطيت فرصة من قبل ودخلت هذه الميليشيات في هدنة توجت في لقاء أبو ظبي، ولكن للأسف غدروا بأهل فزان وغدروا بأهل الشاطئ وذهبوا في هجوم غادر على أبراك الشاطئ. ولكن هي خطوة مهمة جدا بأن هناك حراك مجتمعي، حراك قبلي، حراك عرقي من داخل إقليم فزان برفض هذه الميليشيات، وهي خطوة مهمة جدا لإيضاح للعالم بأن هناك رفض كامل لكل من خارج عن القانون وخارج عن سلطة الدولة. طيب دعني أرحب الآن بالأستاذ صلاح بخزان، عضو هيئة تسيير صياغة الدستور. أستاذ صلاح أرحب بك وأسألك بداية عن مهلة الأيام الثلاثة التي انتهت اليوم. أهل الجنوب يخولون القوات المسلحة بالتدخل وإجراء الإجراءات الرادعة والضرورية ضد هذه الميليشيات الإرهابية، هل هذا كافي برأيك؟ مرحبا بك يا أخي أحمد. أهلا. بداية أترحم على أبناء الجنوب من ضباط وضباط الصف والجنود والمدنيين من عمال شركة النظافة وسكان منطقة الجنوب وممرضين الذين قتلوا بدم بارد في هذه المجزرة الكارثية بكل ما تحمل الكلمة من معنى، والخزي والعار واللعنة على كل خائن سهل دخول هذه الميليشيات وتعامل معهم. بالنسبة لهذا البيان ما أريد أن أقوله طبعا، أنا بالنسبة لي ورأيي الشخصي طبعا لا أعول على هذه البيانات، لا يفل الحديد إلا الحديد، مصراتة لا تتعامل مع البيانات ولا تنظر لها. من المفترض ألا كان يعني ألا يخرج أي بيان حتى لو بقينا شهر أو أكثر لننسق في عملية ضرب ميليشيات مصراتة داخل منطقة الجنوب وإخراجها بالقوة، لكن أنا لست مع هذه البيانات. مصراتة لن يخرجها بيان، لن يخرجها بيان من الجنوب، ولن يعني لن تتخلى عن الجنوب بسهولة طبعا في ظل الاستفادة الكبيرة يعني المتحصل عليها من الجنوب من أموال والهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات وغيرها، طبعا تهريب الوقود لمالي وتشاد والنيجر، فلن تخرج بسهولة. وكما قلت لك لا يفل الحديد إلا الحديد، يجب التنسيق والتخطيط، وللأسف هذا ما يعني أنا كنت قريب من كتائب القوات المسلحة في أثناء معركة تمن هند، ينقصهم التخطيط. طبعا العسكري يعني إنسان بالأوامر، تقدم يتقدم، تراجع يتراجع، يجب تشكيل جناح سياسي في منطقة الجنوب للتخطيط لمعرفة كيفية التعامل. فأكرر لا يفل الحديد إلى الحديد، مصراتة قد لا تخرج في خلال هذه الفترة ولكن ستخرج، وقلتها في عدة مداخلات على قناتكم. نعم. كنت أتوقع أستاذ صلاح بخزام موقفا أكثر حزما وأشد صرامة ضد ميليشيات القوى الثالثة من قبل أهلك في فزان، هذا ما أفهمه من حديثك. نعم هناك احتقان شديد، هناك احتقان كبير جدا، والدليل ما حدث في مشروع الدبوات الزراعي مع الخائن أحمد عبد الجليل. طبعا ما حصل سمعت في قناتكم في أكثر من مرة تقولون بأن اللواء 12 دخل إلى المشروع، طبعا لا لم يدخل اللواء 12، حصل احتقان كبير جدا من قبيلة الحصاونة باعتبار هذه الدماء اللي سارت من كل قبائل الجنوب ومن أبناء قبيلة الحصاونة، وللأسف يوجد يعني أشخاص أبناء عم هذا المجرم وأبناء عمي أنا طبعا المجرم أحمد عبد الجليل تتحدث الحسناوي. أكيد 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 أكيد. طبعا حدث احتقان كبير جدا من قبيلة الحصاونة وشباب قبيلة الحصاونة، وتدخلت الكتيبة 181 ودخلت أمامهم بإمرة المقدم طارق السنوسي الحسناوي، وحتى الآن المتواجدون في
في قاع في مشروع الدبوات الزراعي. هم القوة المساندة للجيش من شباب قبيلة الحصاونة، وهم يعانون أيضا من مشاكل. قبل قليل كنت أتصل بهم، للأسف بعض السراق يحاولون الدخول من هنا ومن هناك، فهم موجودين داخل المشروع ويؤمنون المشروع. يعني الاحتقان شديد جدا جدا، وأعتقد بأن لن يتم إخراج مصراته خلال هذه الأيام. يجب التنسيق والتدقيق، وبإذن الله أنا في صدد لقاء في القيادة العامة مع المشير خليفة حفتر للتنسيق لهذه الأمور بإذن الله، وتوضيح الصورة كاملة بخصوص ما يحدث في وادي الشاطي. أحد قادة الإرهابية الإرهابية التي تورطت في مجزرة براك الشاطي هو أحمد عبد الجليل الحسناوي، هو ابن عمك أستاذ صلاح بوخزام. هل تبرأت قبيلتكم منه؟ هل رفعت الغطاء الاجتماعي عن هذا الرجل المتورط في الإرهاب؟ أخي أحمد، طبعا أنا وأحمد عبد الجليل من نفس البيت في قبيلة الحصاونة ومن نفس المنطقة، يعني منزله يبعد عني حوالي 200 إلى 400 متر. طبعا حدث البيان الصادر بالأمس، أعتقد أنكم نزل مقطع الفيديو في قناتكم، كان لقبيلتي الحصاونة والمجارحة، وتم رفع الغطاء الاجتماعي عن كل من شارك في هذه الجريمة النكراء. طبعا أنا كنت أكتب على صفحتي على الفيسبوك: نحن لا نتبرأ من أبناء عمومتنا أبدا، حتى المجرمين، بل نواجههم وإما بنصحهم أو القضاء عليهم حتى لا يتمادوا في إجرامهم. طبعا طيب، لماذا ارتأت القبيلة ألا تذكر اسما محددا أو أسماء محددة للمتورطين، بدل أن تكون الصياغة عامة أو غير واضحة كالتي صدرت في بيان قبيلة الحساونة أو قبيلتي الحساونة والمجارحة؟ طبعا باعتبار لا، يعني بالنسبة أنا عن نفسي أؤكد بأن هذا المجرم أحمد عبد الجليل أعتبره خائنا، يعني خائن لأهله وخائن لقبائل وادي الشاطي، باعتبار هؤلاء المجرمين لا يستطيعوا الدخول إلى المنطقة لو لم يدخلهم عبر الصحراء وجبل الحصاونة، باعتبار طبعا مصراته بقت في هذه القاعدة من 2014، يدخلون عبر الطريق المعبد، لم يخرجوا متر واحد غرب أو شمال القاعدة باعتبار المنطقة صحراوية وديان. طبعا قلت لي لماذا لم يذكروا بالأسماء، طبعا أنا البيان طبعا حدث اجتماع القبيلتين، ولم يعني ما زالت التحقيقات لمعرفة من معه في هذه الجريمة. في حال تبين أسماء المشتركين في هذه الجريمة بالتأكيد سيعلنون عنها وستتم التعامل معهم بشكل مباشر. طيب، أعود إليك الآن أو أستقبل الآن الأستاذ كامل مرعاش المحلل السياسي ضيفي عبر الهاتف من باريس. أستاذ كامل، أهلا بك. أحييك وأحيي مشاهديك وضيوفك. أهلا. بداية أريد تعليقك على بيان أو إنذار أهل منطقة فزان الذي صدر وأمهل القوى الثالثة 3 أيام للخروج. الآن انتهت هذه المهلة وأهل فزان، البعض كان يتوقع ردا قويا منهم قد يكون مسلح كذلك لإخراج هؤلاء المجرمين الذين تورطوا في مقتل 150 من أبنائهم. اليوم أصدروا بيان، أتحدث عن أهل فزان، تحدثوا فيه أو طالبوا فيه القوات المسلحة بالتدخل لإنقاذهم. هل هذا كافي برأيك أم كنت تتوقع أكثر من أهل منطقة فزان؟ أولا بداية ولا تزر وازرة وزر أخرى، هذه آية قرآنية واضحة يجب أن نضعها في الاعتبار. وثانيا أنه القبائل أو الأهالي أو المدنيين في الواقع هم فعلوا ما كان يجب أن يفعلوه، وهو التبرؤ من هؤلاء الإرهابيون. وأعتقد أن أهل الجنوب وأهل فزان في ليبيا قالوا ذلك أكثر من مرة، لكن يبقى على العسكريون والقادرون على حمل السلاح وعلى الشباب الجنوب، أهل الجنوب وشبابه، أن يترجموا هذا إلى واقع ملموس ضد هؤلاء الإرهابيون. نحن نعرف أن الجنوب الليبي يعج بالإرهاب ويعج بالأسلحة، وبالتالي مسألة الحصول على السلاح ليست مشكلة،
ولكن الحرب على هؤلاء يجب أن تعلن، يجب أن يكون هناك استنفار قوي لطرد هؤلاء الإرهابيون وطرد هذه الميليشيات المسؤول الأول عن الإرهاب والانفلات الأمني في الجنوب، وأيضا المسؤول الأول عن المتاجرة بالهجرة غير الشرعية وتحقيق المكاسب المالية الكثيرة من هذه الهجرة. وبالتالي أهل الجنوب، أهل فزان فعلوا ما عليهم، ولا أتكلم هنا على المدنيون، ولكن يجب على شبابهم أن يلتحقوا ويبادروا بمساندة الجيش الليبي لتطهير الجنوب من رجس هؤلاء الإرهابيون، وأيضا من الميليشيات المارقة التي تحتل جنوب ليبيا منذ أكثر من 3 سنوات. طيب، هذه الميليشيات المارقة كما سميتها والتي تحتل الجنوب منذ أكثر من 3 سنوات، أستاذ كامل المرعاش، هل يمكن أن تستجيب لنداءات أهل الجنوب بخروجها سلمية برأيك؟ لا أعتقد ذلك، لأنه سمعنا أن هذه الميليشيات تارة تقول أنا تحت سيطرة ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني، وتارة أخرى تقول أنا تحت ما يسمى بالمجلس العسكري لمصراتة. إذن هي تتلون وتتغير حسب الواقع الموجود أمامها، ورأينا كيف أحد القادة الميدانيين لهذه القوة وهو يتجرأ ويقول أننا سنطهر الجنوب. من ماذا سيطهر الجنوب؟ هل سيقتل كل أهل الجنوب؟ هل سيستمر في القتل؟ هل ستستمر الفوضى في الجنوب؟ وبالتالي ألا أعتقد أنه لا طائل من كل هذه النداءات. سمعنا أن عقلاء النصرات يعني ينادون بخروج هذه القوة، ولكن صوت الحكمة يبدو ضعيف وضعيف جدا في مصراتة، وهنا يجب أن يكون لصوت الرصاص موقف يجبر هذه القوة لطردها من جنوب ليبيا الحبيب وإعادته إلى حضن الوطن، إلى حضن الجيش الوطني الليبي. طيب، أعود إليك دكتور عاطف الحسية، كيف لميليشيا القوة الثالثة أن تستمر في البقاء في قاعدة تمن هند محاصرة في الجنوب في بيئة رافضة لها أو بيئة طاردة لها وغير متقبلة لوجودها؟ هنا ربما أنطلق من سؤال أوجهه لك كذلك، هل تعتقد فعلا أن كل أهل الجنوب على قلب رجل واحد جميعهم يناسبون القوى الثالثة العدالة؟ هو أعتقد الشق الأول من السؤال هو تفسير وجود هذه القوى الميليشياوية من بدايات من 2014 واضحة ملامحها. هي تفسير وجودها لعوامل 4 رئيسية. العامل الأساسي فيها هو تفسير أيديولوجي بأن هناك تمدد حقيقي أيديولوجي إسلام متطرف داخل هذه المنطقة يرى بأن له فرصة وفرصة كبيرة في مد جذوره داخل هذه المنطقة المهملة من 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 الحكومة الليبية، وبالتالي هناك مشروع أيديولوجي له زمان، بداية من القاعدة في المغرب العربي وغيره وغيره، وحركة أزاويد وغيره في جنوب ليبيا. الجزء الثاني من وجود هذه القوى الميليشياوية في الجنوب هو مسألة سياسية بحتة، وهو بأن ما بين ظفرين انتصار أو انتهاء نظام وبداية نظام آخر في بداية 2011 ونهاية وانتهاء في 2012 هناك احتقان حقيقي سياسي ويجب أن يعالج بطريقة موجهة رسمية. يرى أنصار فبراير بأن يجب السيطرة على هذه المنطقة لتحقيق الاستقرار، ويرى مناصري سبتمبر بأن يجب عدم السماح لدخول هؤلاء أو السياسة الجديدة إلى هذه المنطقة، وهذه يجب أن تحل بالجلوس وبالحوار مع كل الأطياف السياسية. المسألة الأخرى وهي اللي أكثر أعتقد بأنها أكثر تأثيراً وجود هذه الميليشيات هي مسألة إجرامية بحتة. وجود أو عدم وجود الدولة في الجنوب أو في فزان أصبح عاملا أساسيا في تمدد الهجرة غير الشرعية وتجارة المخدرات وتجارة الدخان والتبغ وغيره وغيره والتهرب من الجمارك، كلها موجودة في الجنوب، وتربح هذه الميليشيات من الوجود أصبح واضحا. وزاد الطين بلة
هو دعم المجلس الرئاسي أو ما يسمى بالمجلس الرئاسي لهذه الجهات بوجودها لتحقيق غاية سياسية ترى بأن هي لها سيطرة في الجنوب، وهي مسألة الوجود. الشق الثاني من السؤال سيد أحمد هو وحدة الهدف أو وحدة الرؤية في فزان. أعتقد هناك خلل أساسي ورئيسي في وصف فزان، وكأن في أكثر من 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 نداء هو تحييد فزان أو تحييد الجنوب عن التجاذبات السياسية. لا، يا فزان والجنوب الليبي جزء أساسي من السياسة الليبية، جزء أساسي، ويجب أن يكون حاضرا في كل ما يحدث في الشمال الليبي أو الغرب الليبي أو الشرق الليبي. وبالتالي كل من يسوق فكرة تحييد الجنوب من الصراع السياسي فهي فكرة جزء من التآمر على الجنوب وتحييده حتى من العدالة في الفرص والعدالة في التنمية المكانية في الجنوب. وهي مهمة جدا بأن ينتقل النقاش بأن فزان جزء أساسي من الوطن وشريك أساسي، إن لم يكن شريك رئيسي في الجنوب الليبي، وهو أكثر من 70% من الأراضي الليبية ويسيطر عليها هذا الإقليم. ميليشيات القوى الثالثة التي لعبت على التناقضات أو الخلافات الشديدة التي وصلت حتى للصدمات المسلحة في منطقة فزان، هذا جزء من التاريخ الآن، بمعنى أنه صورة مختلفة للواقع في فزان بدأ في التبلور بعد مجزرة براك الشاطئ، الجميع متحد ضد ميليشيات القوى الثالثة. هم كل من ورؤوس الفتنة ليسوا في الجنوب، رؤوس الفتنة في الشمال الليبي وكلنا عارفين. رؤوس الفتنة في الجنوب الأساس وتمويلهم كلهم في الشمال الليبي شرقا وغربا، ورأينا على 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 يعني كل ما صوروه، كل من هرب من بنغازي من الإرهابيين رأى بأن أحسن مكان له في الجنوب والتمدد وغيره، وكل من أتى من الغرب الليبي ورأى وانضم إلى هذه الجماعات. النقاط اللي يلعب عليها كل من يثير الفتنة في الجنوب هي النقاط التي ذكرتها سابقا، هي نقاط سياسية يرى بأن يرى يكسب بها أوراق سياسية ضد، يعني يصل بأن كل من في القوة الثالثة هم يتقاضوا مرتبات من كانوا يتقاضوا مرتبات من ثلاث جهات، أصبحت الجهة الأكثر تمويلا والأكثر مالا هي حكومة ما يسمى بحكومة الوفاق، وبالتالي دخلوا تحت جناح حكومة الوفاق. واللي أخطر منها أن المسؤولية القانونية لهذه الميليشيا بالتحديد القوة الثالثة، المسؤولية القانونية في كل من فعلته من جرائم تقع في الأساس على من اعترف بوجودها وقال بأنها جزء من آلته الحربية أو آلاتها الأمنية، وهو الوفاق. كل أوراق الوفاق المعنونة وبكل صفاتهم بأنهم قالوا بأن هناك لدينا قوات في الجفرة، لدينا قوات في 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 تمن هند، وبالتالي كل ما تقوم به هذه القوات يقع مسؤوليتها على صانعي القرار فيما يسمى بالمجلس الرئاسي. إن لم تكن هذه الجرائم، تبرأ منهم المجلس الرئاسي؟ لا لا، أوقف وزير دفاعه المفوض بعد هذه المجزرة المروعة، كل ذلك لا يقنعك؟ كلها مناورات سياسية مفضوحة وكلها تنصلات، ويجب أول من يتيقظ لهذه المناورات وهذه الخبائث هم من في القوة الثالثة نفسها. القوة الثالثة ذهبت إلى تمن هند بأمر من المجلس الرئاسي ووزير دفاعه. القوة في سرايا بنغازي وانتمائها إلى وزارة الدفاع في حكومة الوفاق كانت واضحة وصريحة، وبالتالي دعموها بالأسلحة ومازال مرتباتهم ينزل القوة النذينة. كيف يتنصل المجلس الرئاسي أو ما يسمى أوقف وزير دفاع ما يسمى وزير دفاع، وثاني يوم اجتماع كامل مع رئيس أركانا وبنيان المرصوص وغيره وغيره. الفوضى والتخبط اللي يقع فيها المجلس الرئاسي فوضى خطيرة، ولا تبرئه قانونا من كل ما فعلته هذه القوة. كل قوة اعترف بها هذا المجلس الرئاسي المسؤولية القانونية والتاريخية والأخلاقية تقع على المجلس الرئاسي مجتمعة وعلى سيد فايز السراج، لأن سيد السراج هو على رأس هذه الحكومة التي لها دعم دولي والتي يزورها الوزراء، وتنفيذ الدبلوماسي هو اللي يقوم به، يعني يقوم بكل هذه المهام ولا يتحمل مسؤولية القوة التي اعترف بها هو ووزير دفاعه في كل أنحاء ليبيا وتقوم بالجرائم. تهم إذا كان دخلوا يعني داخل مصراته نفسها ثلاث أقطاب رئيسية من داخل مصراتها، التجمع نشطاء والسياسيين والنواب في مصراتها قالوا بأن ندين هذا العمل، المجلس البلدي قال ندين هذا العمل،
البنيان المرصوص قالوا بأن ندين من أدان هذا العمل. يعني رؤوس الفتنة ليست في فزان. للأسف فزان دائما يعني ورقة ضعيفة من الناحية الاستراتيجية من أهلها، وقوية من الناحية الاستراتيجية لمن يستغلها من الشمال. وهذه يجب على إقليم فزان بالكامل والجنوب بالكامل، وحدة الرؤية لهذا الإقليم أو لهذه المنطقة مهمة. يجب الاتحاد بكل أطيافه، بكل قبائل، بكل أعراقه، بأن صانع القرار الوحيد في فزان من الناحية الأمنية الآن، من ناحية التنمية المكانية وغيره وغيره، ضروري يكون حاضرين. يعني المسألة مش مسألة قرعة، قرعة فزان مش كرسي وزير، قرعة فزان أو نصيب فزان هي فرص العمل. طيب. هو المسألة بأن وناء النقطة اللي نواجهها أخيرا، بأن واحدة من أكبر الأخطاء اللي قاموا بها مثلا في هو بأن هناك قوة في فزان تقاوم، اللي تتبع للجيش الليبي وتتبع القيادة العامة بصراحة غير متنوعة. وسبب فشل هذه القوة في مسألة إبراك الشاطئ علامة استفهام كبيرة. يجب مساءلة حتى الجيش الليبي داخل هذه المنطقة، بأن التنوع غير موجود في اللواء الأطناش أو غيره أو غيره. يجب على الإقليم. طيب لكن القوات المسلحة في الجنوب لا يقتصر دورها فقط في اللواء الأطناش بقيادة بن نائل. نتحدث الآن عن كتائب أخرى. يؤكد لي ضيفي الأستاذ صلاح بوخزام على سبيل المثال أن عملية تحرير مشروع الدبوات الزراعي تم من قبل الكتيبة 188، وهي ربما أفرادها قوة مساندة للجيش. نعم. أفرادها ينتمون لقبيلة الحساولة، ولكن للأسف ليست تراتبية عسكرية تتبع للواء 12، وكلنا عرفناه، وسيد صلاح قالها صحيح. بعد. نعم. وهذه مسألة مهمة يجب العودة عليها، يجب مراجعتها داخل القيادة العامة. أنا لست عسكريا، ولكن يجب مراجعة مسؤولية العسكرية، هي أمام المسؤولية العسكرية، أمام مش أمام قادة، هي أمام الشعب. بأن إذا كان فشل في حماية قاعدة رئيسية داخل الجنوب الليبي، يبقى ما فيها شيء. طيب. ما فيش حي في إعادة قياداتها، النظر فيها من ناحية. حديثنا دكتور عن وجود بعض الحساسيات أو الخلافات القبلية في منطقة فزان، والذي تلعب عليه مصراتة كذلك، أو ميليشيات مصراتة عفوا. ويجب، ونفس اللي قال الأستاذ صلاح، بأن الجناح السياسي وحد الرؤية. الوظيفة الأساسية لأي، إذا كانوا في جناح عرفي وهو المسألة ما بين القبائل والأعراق وغيرها، هم قالوا كلمتهم، قالوا بأن احنا كنا موحدين. لكن في مسألة غائبة على 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 بعض الناس، بأن هناك خلاف سياسي أيديولوجي وطني، ونقولها وطني ونأكد عليها، بأن خلاف وطني، نظام قديم نظام جديد، عسكر مدني، هذوما يجب أن يتوحدوا لتطهير الجنوب من كل ميليشيا خارج. ويجب مش تطلع من الميليشيا الثالثة، قوة الثالثة منها، وبعدين تحط ميليشيا واحدة أخرى من الجنوب. يجب أن يتوحدوا من البداية بأن هناك جيش متنوع يحل محل هذه القوى الغازية. طيب، ونوه هنا كذلك أنه رد القوات المسلحة بدأ فعلا في سبها، هناك دخول القوات المسلحة في بعض التمركزات التي كانت خاضعة لسيطرة الميليشيات، كذلك عمليات القصف الجوي الآن ونحن نتحدث لازالت متواصلة على منطقة الجفرة هون تحديدا. هناك ضربات عنيفة تم توجيهها من قبل سلاح الجو على معسكر تاغريفت وأيضا بعض المناطق الأخرى. طيب، يحدثني عن هذه الجزئية أكثر الأستاذ إسماعيل الشريف، عضو مجلس النواب، عن منطقة الجنوب. أستاذ إسماعيل الشريف يحدثني كذلك من الجنوب. أستاذ إسماعيل أهلا بك. مرحبا أستاذ أحمد، مرحبتين بك. لازلنا نسأل عن طبيعة الرد المتوقع والذي يجب أن يكون لرد الاعتبار لأكثر من 150 من ضحايا القوات المسلحة وكذلك المدنيين في منطقة براك الشاطئ. هل هذا الرد بدأ فعلا أستاذ إسماعيل الشريف عبر تحركات القوات المسلحة الأخيرة؟ أستاذ أحمد، أنا بداية أنا أحب أن أعزي أهل الذين سقطوا في خلال الأسبوع الماضي في قاعدة براك الشاطئ، ونسأل الله أن يتقبلهم بواسع رحمته من الشهداء إن شاء الله. هذه العملية التي لا نستطيع أن نقول هي بكل المقاييس هي ترتقي إلى مستوى الجريمة وإلى مستوى
الفظاعة في القتل من حيث يعني كل أنواع القتل التي تمت من دهس بالسيارة أو بالذبح أو بالتصفية، هذا لا يمكن أن ترضى عنا الملائكة، الشياطين حتى قبل الملائكة. وسيدي فيما يتعلق بهذا بحديثك، أنا أحب الآن وأنا أتواصل مع ناخبية ومع الدائرة الانتخابية التي انتمي إليها، دائرة الانتخابية الجفرة، أنا نأمل أن يتم التهدئة والعودة إلى هدنة، إلى ترك فرصة لأهالي منطقة الجفرة للحديث مع هؤلاء، للانسحاب من خارج منطقة الجفرة، لأن اليوم صراحة الفزع كثير لدى الأطفال ولدى العائلات ولدى الشيوخ، فنسأل الله أن نتمكن خلال هدنة مصغرة حتى لمدة يومين أن يترك فرصة للأهالي أن يتحدثوا مع هؤلاء الناس الوافدين، أن يتركوا المنطقة وشأنها، وأن أن تترك المنطقة لأهلها وتدافع عن نفسها وتحمي نفسها بنفسها. الحديد إلى الحديد أخي أحمد، لا يفل الحديد إلا الحديد. سوف أعود إليك أي هدنة ويتهدي يا دكتور إسماعيل الشريف. سوف أعود إليك أستاذ صلاح بغزان. يا سيدي نحن نريد أن نترك فرصة للأهالي لمدة يوم أو يومين، لأن أعرفها يا دكتور إسماعيل، والدام مفتوحة، من أراد الخروج أن يخرج إذا كنت تقصد الأهالي، أما عن أولئك الأوباش فلن يخرجوا. هؤلاء كما قلت لك لا يفل الحديد إلا الحديد. يا سيدي أنا لم أتابع أي شيء جزئية في هذه الحلقة، أن لا يوجد تلفاز أمامي الآن، لا أدري ماذا دار بحديثك، ماذا قلت أو ماذا تحدث السيد الأستاذ أحمد. أنا أتحدث عن وضعية الآن على الأرض، ما هو موجود لدى الأهالي في المنطقة، وأنا قد أبلغوني الناخبية من حكماء ومؤسسات مجتمع مدني بهذه الرسالة، وأنا بدوري أنا أوصل هذه الرسالة إلى رئيس مجلس النواب وإلى قائد عام الجيش وإلى رئيس مجلس الرئاسي، كل الأطراف أن يعطوا فرصة للأهالي لمدة يومين على الأقل الحديث مع هؤلاء للخروج من المنطقة نهائيا. لكن نحن الآن أليست هناك محاولات عديدة في السابق تمت مع القوى الثالثة التي تحتل منطقة تيمن هنت أو قاعدة تيمن هنت، أتحدث منذ أشهر كذلك، وأيضا نفس القوات المتواجدة في منطقة الجفرة الآن، وأيضا بعد هذه المجزرة، مجزرة كبيرة ارتكبت وأكثر من 150 ضحية تم التمثيل بجثثهم بدم بارد تم تصفيتهم، أتحدث عن إعدامات ميدانية كذلك، أعطيت فرصة 3 أيام، مع ذلك هذه القوات لم تمتثل لمطالبات أهل الجنوب. كيف لهذه القوات أن ترحل سلميا برأيك خلال يومين فقط أستاذ إسماعيل الشريف؟ أنا أبلغ يا أستاذ أحمد، أنا أبلغ بهذه الرسالة، يجب علي أن أوصل هذه الرسالة إلى كل هذه المؤسسات باعتباري أنا أمثلهم في مجلس النواب. أنا لا بد أن أمثل أهلي وناخبية بهذه الطريقة. يا سيدي نحن ما حصل في إبراك الشاطئ هذه جريمة ترتقي إلى جرائم حرب، لا يختلف عليها حتى الشياطين قبل الملائكة. أنا لا أدافع عن هؤلاء يا سيدي، وأنا لا أريد أن تكون الجفرة منطلقا لأي أعمال من شأن أن تهدد أمن البلد أو مقدرات الدولة أو الشعب الليبي. نحن الآن أريد أن أوصف لك الحالة الآن التي بالذات في مدينة هون، الآن حالة فزع عند الأطفال وعند الشيوخ، على الأقل حتى هم يقطعوا اللوم بشكل نهائي أمام هؤلاء للخروج من المنطقة أو ترك الناس وشأنهم. يعني نحن لا نريد أن نزيد أكثر من ذلك في طلباتنا، يعني ما طلبناش أشياء مستحيلة الآن، ولا نحن نرحب بأي أعمال مثل هذه الأعمال التي قامت بها هذه المجموعات خلال الأسبوع الماضي. هذا يجب أن يكون هذا الموقف. نعم، يومين فقط، تدعو إلى إعطاء فرصة يومين فقط أستاذ إسماعيل الشريف، أو تجديد عملية المهلة التي أعطاها أهل الجنوب لميليشيا القوى الثالثة للمغادرة؟ السيد أنا أطالب السيد رئيس المجلس النواب والسيد
القائد العام الجيش والسيد رئيس مجلس الرئاسي بأن يتدخلوا هم لإعطاء هدنة لمدة 48 ساعة لترك فرصة للأهالي لإقناع هؤلاء بأي شكل من الأشكال، وإلا يصبح الآن الأمر قد خرج عن إطاره العرقي والاجتماعي. أستاذ إسماعيل الشريف، أنت تتحدث تحديدا الآن على منطقة الجفرة، لا تتحدث على منطقة تمن هند بطبيعة الحال، ليس كذلك؟ هذا ما تم إيصاله إلي الآن من ناخبية في منطقة الجفرة تحديدا، هذه الدائرة التي أمثلها الآن. هذه رسالة أحب أن أوصلها، أتمنى أن تعلن هذه الهدنة بحسب طلبات الأهالي والسكان، نتمنى ذلك. نحن الآن في موقف صعب جدا أمام الأهالي، من خاصة طلبة في حالة امتحانات وفي حالة يعني الآن بشكل من الأصوات. طيب، لكن منذ أشهر أستاذ إسماعيل الشريف مناطق أخرى كانت تعاني من هذه الميليشيات أو إجرام هذه الميليشيات المتواجدة في الجفرة والتي كانت تنطلق منها. نتحدث عن حالات إعدام واسعة، عن زراعة ألغام حصدت الأبرياء في جدابية وفي غيرها، 5 عمليات للهجوم على منطقة الموانئ النفطية تمت انطلقت من عندكم، من منطقة الجفرة على يد هذه الميليشيات. يا سيدي، ما هوش من عندكم أستاذ أحمد، كان خالك اللفظ، هذا أمر آخر. لا، ما خانش اللفظ، لا، أنا أتحدث من عندكم، من منطقة الجفرة، هذه الميليشيات جغرافيا انطلقت من هناك. نعم، لكن يا سيد أحمد، أنت تعرف جيدا موقفنا الثابت والواضح والمستمر في اتجاه هذه العمليات. لكن نحن الآن ما نود أن نصله إليكم هو الحالة التي الآن فيها أهالي المنطقة في هذا الليل. نعم. طيب، أعود إليك أستاذ صلاح بخزام عضو الهيئة التأسيسية، وابقى معي لو سمحت لي أستاذ إسماعيل الشريف مرة أخرى. أعود إليك، كيف تعلق على حديث الأستاذ إسماعيل الشريف الآن يطالب بهدنة في منطقة الجفرة، كيف ترد؟ نعم أخي أحمد، طبعا الآن وفي هذه اللحظات سلاح الجو الليبي التابع للقوات المسلحة العربية الليبية يقصف هذه الميليشيات في قاعدة الجفرة الجوية المتواجدة ما بين هون وودان، غرب هون وودان. طبعا عن من يتحدث لفوضهم؟ عن اسماعيل الصلابي والله أحمد التاجوري، لن يخرجوا هؤلاء، لن تخرجهم إلا القوة، وخير دليل على ذلك بني غازي. طبعا ما أريد التحدث به، هؤلاء طبعا من وراءهم مصراتة، عندما هربوا من بني غازي هربوا عبر الجرافات وعبر الطرق، ربما يكون هناك منهم مرتدى ملابس نسائية لكي يهرب من بني غازي، حتى طلقة بندقية واحدة ليست لديهم، والآن لديهم السيارات المسلحة والسلاح الـ 14.5 والـ 23 والمدافع والـ 106 وغيرها. من أين أتوا؟ السؤال الذي يطرح نفسه، ونحن نعرف الإجابة طبعا مسبقا، من أين أتوا بهذه السيارات وهذه الأسلحة؟ طبعا هذه الأسلحة وهذه السيارات كانت تأتيهم عبر الجرافات وزوارق الموت عن طريق البحر، والآن هم ذهبوا إلى المصدر طبعا، إلى مصراتة، إلى إبراهيم بن غشير وغيره، ونحن نعرفهم جيدا، سلحوهم وكذا، وأصبحوا كالكلاب المسعورة في منطقة وسط في ليبيا وهي الجفرة، كل مرة ينطلقون في مكان وينهزون لحم الليبيين. أستاذ إسماعيل الشريف يطلب هدنة ل 48 ساعة فقط، إفساح المجال لتخفيف المعاناة الإنسانية. لو توقف الطيران لمدة 48 ساعة، يتحمل الأستاذ إسماعيل الدكتور إسماعيل الشريف مسؤولية أي جريمة يرتكبوها هؤلاء المجرمين. 48 ساعة كفيلة لأن يقتلوا مئات الليبيين، كفيلة لأن ينطلقوا إلى الشاطئ، إلى أي منطقة قريبة منهم، إلى بنوليد، إلى الشويرف، إلى أي منطقة، و 48 ساعة كفيلة بأن يقتلوا مئات الليبيين، فيتحمل مسؤولية 48 ساعة. أي 48 ساعة التي تحدث عنها؟ دع الطيران يقصف هؤلاء الأوباش حتى يقضي عليهم. طيب، أستاذنكم ضيوفي الكرام الآن أن نتوقف مع فاصل، من ثم يتجدد لقاء مشاهدينا، تفضل بقائي معنا. أنتوا تعرفوا أن الأمن هو قبل كل شيء، لأن هذه المجموعات أتت لكي تهين الليبيين، والآن وقفها عندها ثمن، ولكن أهلا بالثمن.
واهلا بكرامه. فعدين ندفع ثمن في سبيل ان تعيشوا اعزاء محترمين برا وجوا. بكم مشاهدينا الكرام مجددا، أجدد الترحيب بضيوفي في هذه الحلقة من برنامج الحدث. أنتقل مرة أخرى إلى الأستاذ كامل مرعاش المحلل السياسي. أستاذ كامل، إذن الجيش بدأ يرد في سبها، في الجفرة كذلك، عمليات سلاح الجو لازالت متواصلة في هذه الأثناء التي نتحدث فيها الآن، لكن لافت بروز نداءات من بعض أعضاء مجلس النواب لطلب هدنة أو وقف القتال الآن لأسباب إنسانية على حد تعبيرهم، كيف ترد؟ لا أعتقد إنه هذه النداءات لها يعني مصداقية أو لها في حاجة، يعني وكأن يطالب بهدنة مع الإرهاب. لا يمكن على الإطلاق أن يكون مهادنة أو الدخول في هدنة مع الإرهاب، خصوصا أن هذه الميليشيات سبق وأن طالب الأهالي العديد من المرات بخروجها، ولدينا سوابق، يعني حتى أنا سمعت أن هناك مسيرة سلمية يريد أن يرصدها الأهالي إلى ثمن هند، وكنت أخشى في الواقع من أن يتعرض هؤلاء لمذبحة، ويجب أن ننعش ذاكرتنا بالمذابح التي اقترفتها هذه الميليشيات في الكويفية وفي غرغور والقرابولي وغيرها من المناطق الأخرى. فنحن لسنا مستعدين أن نضحي بمدنيين آخرين لميليشيات هي من نفس الصنف، هي تعتمد على نفس الأفكار، وهذه الأفكار تترجم في الغالب إلى رصاص حي حتى ضد المدنيين. وبالتالي الحديث عن هدنة لا يمكن قبولها، وخصوصا أن العمليات التي يقوم بها الجيش الوطني الليبي هي عمليات تشبه العمليات الجراحية، بمعنى قصف الطيران، وهذا القصف يستهدف تمركزات هذه التنظيمات الإرهابية، وبقدر الإمكان يحاول الطيارون الليبيون المشهورون باحترافهم عدم قصف الأحياء المدنية، وهذا هو ربما العائق الكبير أمام هؤلاء الأبطال في تنفيذ مهماتهم القتالية، وهو الحرص وكل الحرص على عدم قصف أهداف مدنية حتى لا يسقط ضحايا مدنيون. وبالتالي هذه العمليات الجراحية هي غاية في الأهمية، وهي تتيح للقوى على الأرض في تعقب هؤلاء الإرهابيون، تعقب هذه الميليشيات والقضاء عليها. والفرصة الآن سانحة جدا للقضاء على هذه الميليشيات، وربما إلى غير رجعة. أما كل مرة نقول ونطالب بهدنة، الهدنة ستستفيد منها هذه التنظيمات الإرهابية في الهروب والاختفاء، ستستفيد منها هذه الميليشيات في البقاء وربما أخذ نفس آخر، وبالتالي هي ستطيل هذه الحرب، ستطيل معاناة أهل الجنوب الذين يعانون من وجود هذه الميليشيات منذ أكثر من 3 سنوات. وبالتالي وجودها أو هذه الهدنة ستؤدي إلى ضياع وقت كبير جدا، وربما ستزيد من معاناة أهل الجنوب. ربما الهدنة ستعطي بعض الوقت، ولكن الاستفادة منها ستكون لهذه الميليشيات ولهذه التنظيمات الإرهابية، وليس بالمطلق هؤلاء الذي يتحدث عنهم
هذا النائب الذي عليه أن يشرح هذه النقاط لكل ناخبيه، عليه أن يقول لهم أن الهدنة يستفيد منها الإرهاب، تستفيد منها هذه الميليشيات، وهي تطيل عمر الحرب هناك، وهذا ليس في صالح هؤلاء المدنيين الذين يتحدث عنهم. طيب، أعود بهذا الحديث مرة أخرى لدكتور إسماعيل الشريف عضو مجلس النواب. دكتور، هل أنت معي؟ نعم أستاذ أحمد. إذن أنقل لك حديث بعض ضيوفي كالأستاذ كامل المرعاش، أيضا الأستاذ صلاح بوخزام عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، يتحدثان أن المستفيد الأكبر من أي هدنة في الجنوب في الجفرة تحديدا هم الإرهابيون، سوف يستغلون هذه الفرصة للهروب، ونتحدث تحديدا عن سرايا الدفاع عن بنغازي، هذه السرايا الإرهابية ذات التوجهات القاعدية. أنا أقدر كلام الأستاذ صلاح مخزوم من بنغازي والأستاذ كامل مرعاش من باريس، وأنا أتحدث من الجنوب وأحمل الرسالة، أنا يجب أن أحمل الرسالة كما حملت بها، فلا داعي أن المزايدة على أي موقف، يعني الموقف الشخصي، وقد عبرت عن ذلك في صفحتي الشخصية وعبر وسائل الإعلام المختلفة ومنها قناتكم الموقرة، ولكن أنا من الواجب، أنا كممثل لهذه المجموعة السكانية، يجب أن أتحدث بما أحمل به من رسالة أوجهها. تم قبول هذه الرسالة أو كي ما تمش قبول هذه الرسالة هو أمر أنا قد حمل رفعت وزر هذه الأمانة من أكتافي. في كل الأحوال نحن دائما في موقف ثابت، لأننا نستهجن كل العمليات التي من شأنها طالت المدنيين أو العسكريين، لا سيما العمل الأخير أو العملية الأخيرة التي دارت في براك الشاطي، وهي عملية لا أستطيع أن أعبر عنها وحشية، وقد تفنن فيها تفننوا فيها بالقتل بكل الوسائل، بالدهس أو بالذبح أو بالتصفية بالعيار النازية. ها أنت أخي دكتور إسماعيل تبحث عن هدنة لإيقاف إطلاق القصف قصفهم جوا، تبحث لهم، تتكلم الآن عن مجزرة شنيعة وتبحث لهم عن هدنة. يا أستاذ صلاح بوخزام، الأستاذ الدكتور إسماعيل الشريف قال لك أنه يبحث عن هدنة، أو على الأقل هو قال لك أنا أنقل صوت ناخبي الذين حملوني هذه الرسالة وهم يطالبون بهذه الهدنة. أي ناخبي، بالله أي ناخبي، هؤلاء إرهابيون مجرمون، أي ناخبين تتحدث عنهم أخي يا دكتور؟ هو يتحدث عن المدنيين في منطقة الجفاف. أعرف ماذا قال، ولكن أي هؤلاء إرهابيون، تأكد عندما تحين الفرصة سوف يهجمون على أهلك وناخبيك في منطقة ودان يا دكتور إسماعيل. مرة أخرى أعود إليك دكتور إسماعيل. طيب ابقى معي دكتور إسماعيل، فقط أريد تعليق الأستاذ الدكتور عاطف الحسية ضيفي في الاستوديو. دكتور تفضل. هو في الواقع المسألة إذا كان حيثيات الهدنة والله تدخل، يعني من ناحية اللوجستية، لو وعدوا هؤلاء الناس من في 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 قاعدة الجفرة بأن لديهم من ما يعطوه وبيطلعوا بدون أسلحة وسيبوا الآليات، ولكن أنا دائما يعني في خبرتنا على الأقل في بنغازي في الثلاث سنوات الماضية بأن كل هذه المناورات هي مناورات محسوبة من طرف واحد وهو طرفهم هم، نحن عادة نحسب فيها بأن هناك مدنيين وفي الحقيقة، ولكن هم طلبوا هدنة وخرجوا وفخخوا المناطق التي خرجوا منها، كيف تعطي هدنة لناس يفخوا في مكانات يخرجوا منها؟ وبالتالي هم يروا بأن جزء أساسي من خططهم هو الغدر والخيانة في كل هدنة تعطى لهم. أنا لا أدري على يعني على الأرض ماذا يحدث في الجفرة وفي هون وفي تلك المنطقة، ولكن ما أدري وما أعلمه يقينا بأن هؤلاء هذه العناصر كانت موجودة من هناك من أكثر من سنة، من يعني سنة ونص وإن لم يكن توا سنتين. السؤال يطرح نفسه، لماذا استمرار هذه الجهات
الإرهابية والميليشياوية في منطقة قد يعني قد لا ينطبق عليها مسألة خلوها من السلاح، لأن أهل الجفرة وودان والمنطقة بأجملها وسوكنة يعلمون جيدا بأن هناك سلاح حتى عند المواطنين في بيوتهم. ولكن السؤال يقع، هل من دعم أو ممكن تكون القوة ضاربة لدرجة بأن أهلنا في الجفرة غير قادرين على مواجهتها؟ لكن المواجهة الاجتماعية دائما موجودة. أين المظاهرات يعني ضد هؤلاء؟ أنا لا أحمل مسؤولية وجودهم لأهالي الجفرة أو لأهالي ودان، ولكن أحمل المسؤولية كاملة لمن يدعم هؤلاء من مناطق في الشمال الليبي وفي طرابلس للاستيلاء على هذه القاعدة المهمة استراتيجيا. كل ما أتانا من الهلال النفطي أتى من هذه المنطقة جغرافيا. نحن لا نحمل الأهالي مسؤولية وجودهم على الإطلاق، ولكن نحمل المسؤولين على الحرب على هذه المجموعات وعلى هذه العناصر بأن يجب العمل على ضرب رؤوس الفتنة في 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 مناطق. يعني أنا حتى سياسيا كيف يكون تمثيل في وزارات الوفاق لوزراء يدفع الملايين ويساعد لوجستيا وسياسيا وايديولوجيا لهذه الجماعات؟ اعود مره اخرى اليك دكتور اسماعيل الشريف. اذا الكثير يسال الان ويتحدث انه ربما لا وجود لما يغذي او يعزز الهواجس او المخاوف لديك او لدى ناخبيك، بمعنى اننا امام مثال حي بنغازي منذ 3 سنوات سلاح الجو يقوم بالقصف بصورة شبه يومية على تمركزات الإرهابيين فيها، لم يصب مدنيا واحدا طيلة الأعوام 3 هذا. لماذا هناك تخوف من عملية استهداف مراكز سرايا الدفاع الإرهابية في منطقة الجفرة دكتور؟ أنا أولا لست عسكريا متخصص ولا أفهم في الاستراتيجيات العسكرية ولا الحربية، ولكن على الأقل ما أفهمه في هذا السبب بان بعض المواقع التي تم استهدافها اليوم هي قريبه من 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 السكان. فالان المطلوب من الذي طلبه الاهالي ان فرصه لانهم يخرجوا من اماكن القريبه من السكان، الناس تخرج على الاقل. يعني اذا كان الناس ما عندهاش قوه لدفع هؤلاء خارج المنطقه، على الاقل اقناعهم ان يخرجوا خارج المناطق اللي قريبه من المساكن او السكان او المنطقه التي يقطنها الناس. هو هذا الطلب فقط، احنا لا نريد تعزيز. لذلك وقد كانت هناك في بنغازي او تهدئة اكثر من مره لوضع بعض الحلول، وانا موجود في مجلس النواب وقريب من هذه الاشياء. يعني لا لماذا يعني ما نحن لم نطلب شيئا مستحيلا، طلبنا شيء محدد في وقت محدد وبالامكان مراقبه ذلك من قبل الجيش الليبي. طيب اعود اليك استاذ صلاح بوغزام، تريد التعليق وافتح لك المجال. يبدو أن الدكتور إسماعيل خايف على مشاعر ومسامع أصوات، يعني أصوات على مشاعر ومسامع ناخبيه من صوت الانفجارات التي تحدث فعل صواريخ طائرات سلاح الجو طبعا على هؤلاء الإرهابيين. أي هدنة وأي هؤلاء لا تنفع معهم هدنة ولا إرهاب موت، يعني تقول لي ناخبي هؤلاء إرهاب قتلوا الليبيين، يعني كارثة، أمر كارثي بكل ما تحمل الكلمة معنى. وتقول لي ناخبي، أي ناخبين يا دكتور إسماعيل؟ يعني اللي خايف على مشاعرهم. الهدنة هذه لو تم أعطاهم هدنة يمكن أن يفعل في هذه 48 ساعة جرائم كارثية، ربما يذهبوا إلى زلة أو يذهبوا إلى سبها أو سمنو أو الشاطي أو شويرف أو بني وليد ويقوموا بارتكاب جريمة. هؤلاء ليسوا بشر، هم أسوأ من داعش والقاعدة. والله لا داعش ولا القاعدة فعلت ما فعلوه في براك الشاطي. سيارات مرة على الطريق قاموا برماية الرصاص عليها المدنيين. ابدا داعش لم تفعل هذا في سرت ولم تفعل هذا في بني غازي ولا يعني اسوا هم يتطورون طبعا كل في كل مره. التنظيم طبعا كان القاعده وخرجت منه داعش، والان خرج هذا التنظيم من داعش والقاعده. هم اخطر من داعش والقاعده. ما فعلوه فبراك الشاطي لم تفعله داعش في اي مكان في ليبيا. أمر كارثي بامتياز. أفتح لكن المجال دكتور إسماعيل الشريف للتعليق قبل أن استضيف الشيخ محمد الهمالي أحد أعيان منطقة الجنوب. دكتور إسماعيل تفضل.
الاستاذ صلاح لم يضيف شيئا، هذه الاشياء هذه هي في قناعاتي، يعني لا يضيف شيئا على ما اتحدث به انا، ولا اخالفه الراي. فرجاء لا يعني لا يجعلني في خانه انا لست فيها. الاستاذ صلاح اذا كان لا يعرفني هو جيدا، فانا ما وددت يعني حتى هو ابن براك الشاطئ تعرف ذلك، يعني هو عضو الهيئه التسيير لصياغه الدستور، وهو من منطقه براك الشاطئ، صحيح يتحدث الان من بنغازي لكن هو ابن المنطقه. نعم على الاقل انا ما وددت ان اقوله، على الاقل ما وددت ان اقوله، انا حملت رساله ولا تعطي الموضوع اكثر مما يستحق. نعم. هذه هي الرساله. طيب. وصلت. اسمح لي ان استقبل الان الشيخ محمد الهمالي، احد اعيان منطقه الجنوب. شيخ محمد، الجيش بدا يرد الان بعد هذه المجزرة المروعة، حديث على أن سلاح الجو يوجه ضربات عنيفة لتمركزات الإرهابيين في الجفرة، وأيضا هناك دخول في منطقة سبها وحصار لمنطقة تمنهند، في بعض الأصوات تتحدث وتطالب بهدنة، كيف تعلق؟ السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ، تفضل. تحية طيبة لك أخوي يا دكتور أحمد. أهلا بي. ولإسرة البرنامج ولهذه القناة وللضيوف والمشاهدين في هذه الليله في داخل الوطن وخارج الوطن. يا دكتور لو سمحت لي بداية في البدايه بادئ ببدء ما حدث للاسف في قاهره براك الشاطي لمنتسبي القوات المسلحه والقوى المسانده بالمنطقه الجنوبيه، في اقل توصيف هي مصيبه وكارثه وجريمه ضد الانسانيه بكل ما تعني الكلمه من معنى. ونحن استنكرنا ونستنكر وندين هذه العملية الانتقامية بأشد الكلمات والعبارات. نترحم على جميع الضحايا وإن شاء الله ربي يتقبلهم برحمته، وإن شاء الله ربي يتقبلهم من الشهداء، ونصل الشفاء العاجل لجميع الجرحى والعودة السريعة للمفقودين. نعم يا دكتور. طيب أسأل عن طبيعة الرد أو شكل الرد، وهل يقتصر على إصدار بيانات من أهل الجنوب أم أنكم أفسحتم المجال أو الطريق كاملا للقوات المسلحة لتقوم بهذا الدور؟ يا دكتور أحمد والحديث للمشاهدين، أيضا ما حدث للأسف في قاهرة براك الشاطي يثبت أو تبت وبدون أي مجال للشك أن القوات المسلحة العربية الليبية هي اسم على مسمى، وإن اللواء 12 مجحفل ليس لواء قبلي ولا جهوي ولا مناطقي، لأن جميع الضحايا الذين سقطوا من مختلف القبائل والمناطق والمدن الليبية وليس من قبيلة واحدة أو منطقة واحدة. هذا أولا. ثانيا يا دكتور والحديث للمشاهدين، طريقة المعالجة في تقدير المتواضع بالرغم من حجم المأساة والكارثة وبدون مجاملة، وهذا واقع. المصيبة كبيرة كما ذكر الأستاذ صلاح بوخزام، يوجد وفي احتقان وغليان من الأهالي والسكان نتيجة هذه المجزرة، ولا نقول إلا ما يرضي الله. لهذا ينبغي أن تكون المعالجة مدروسة ومحسوبة. نحن ضد الانتقام، ضد استيفاء الحق بالذات، من عارج الغلط بالغلط والإجرام بالإجرام، وليس بعمل أو تصرف عشوائي وما يطلق عليه بالعامية بشكل فزعة، لكي نفوت الفرصة على أي طرف يعمل على إثارة الفتنة بين القبائل ومكونات الجنوب. عليه بيان اليوم في مدينة تمنهند لأهالي وسكان فزان بخصوص الأحداث، وبدون أدنى شك ضحايا قاهرة براك الشاطي إن شاء الله ربي يتقبلهم من الشهداء. هؤلاء الضحايا هم كلهم أخوتنا أولادنا، وهم من منتسبي القوات المسلحة. الأهالي والسكان اليوم أعطوا تفويض للجيش لإخراج جميع الكتائب والتشكيلات المسلحة من المنطقة الجنوبية. نعم دكتور. نعم شيخ محمد الهمالي، أحد أعيان منطقة الجنوب، شكرا جزيلا لك على هذه الإضافة في حلقة اليوم من برنامج الحدث.
أعود لضيفي في الاستوديو دكتور عاطف الحسية. عملية أن يخول أهل الجنوب القوات المسلحة للرد، يبدو أن فعلا قامت القوات المسلحة الآن أو بدأت في هذا الرد، سواء في الجفرة عبر ضربات جوية أو في سبها أو في غيرها من المناطق. هل تعتقد أنه بعد هذا التخويل الجيش أصبح مطلق اليدين في الرد والتحرك في منطقة الجنوب؟ أنا بصراحة أثني على كلام السيد الهمالي وهو واقعي جدا. الغائب على المسرح بالكامل المسألة بأن لم نرى أحدا من فزان ومن الجنوب الليبي يدعم وجود هذه الميليشيات. الغريبة بأن كل من يخرج على الإعلام بأن هذه الميليشيات ميليشيات دخيلة غير مرغوب فيها، وبالتالي أنا أستغرب من على رأس هذه الميليشيات من وإصرارها في وجودها في هذه المنطقة. يبدو بأن هناك مال دفع ومال كثير جدا في وجود هذه الميليشيات وتربح من الحالة الميوعة في المائعة في الجنوب الليبي. ومهم جدا ما 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 ما, ما قال السيد الهمالي بأن التخويل للقوات المسلحة أو التخويل للجيش هو تخويل غير، يعني هو تخويل قانوني بشكل عام، بأن الجيش يحمي حمى الوطن. وما جد على هذا من جديد هو بأن الأصوات، كل الأصوات في فزان تقول بأن يجب على الجيش الرد الفعلي والحالي لطرد هذه الميليشيات من الجنوب، وهو مطلب شرعي لكل الليبيين. أنا الغريبة تعنت أطراف غير موجودة على ساحات القتال بوجود هذه الميليشيات. يعني دخول في بيانات عديدة في الشمال الليبي خاصة من مدينة مصراتة أو غيرها بأن هذه العملية التي قام بها العناصر القوة الثالثة على براك الشاطئ بأنها عملية استراتيجية ودحرت ما يسمونه بميليشيات حفتر وغيرها وغيرها. يعني أنت اللي يده في النار مش كيف اللي برا منها. أنت قاعد داخل في مسألة، أنت مدينتك آمنة ومسيطر عليها وتجد ذريعة في استمرار أبنائك في وحدات خارجة عن القانون مسلحة بسلاح مسروق ومنهوب من الدولة في وجودها، وتأخذ مرتبات من الليبيين. أنا يعني بصراحة لا، يعني أهلنا في الجنوب ضربوا مثالا في الصبر غير عادي. يعني لما هذه الميليشيات خطفت وسرقت ودخلت في فتنة، آخر حاجة دخلت في صفقة مع الإرهاب في قتل أكثر من 150 روح في منطقة آمنة. يعني الصبر الحدود بصراحة. أنا مقتنع قناعة تامة بأن الحراك في الجنوب الآن، يعني بغض النظر على التفويض العسكري، هو بصراحة على شفا، يعني على حافة بأن يقولوا والله لا جيش لا شرطة جونا، خلونا نطلع برواحنا. وهم بصراحة على حق. يعني النجدة إن لم تأتي من مؤسسات دولة، من تأتي؟ يعني وهم كلهم عارفين بأن أخواننا في الجنوب مسلحين، وصبروا لكل هذه المدة على ظلم هذه الميليشيات وتحكمها في ثكنات الجيش في الجنوب، ولم يقوموا بعمل عسكري منظم يقولوا والله للجنوب. يعني أنا بصراحة الصبر اللي قاموا به، أو أنا وصلت المرحلة بأن كل المركبات أو المركبات الاجتماعية الجنوب يجب أن تحيد جانبا كل الخلافات القبلية، كل الخلافات العرقية، كل الخلافات السياسية، كلها تحل بصراحة، كلها تحل بالحوار. اللي ما ينحلش بالحوار هم وجود هذه الجماعات الإرهابية. أنا على، يعني على علم بتقارير بأن من قام بالهجوم على براك الشاطي هو جماعات إرهابية حتى غير ليبية، وكانت الصفقة في دخولهم وخوض الذخائر والتمويد اللي موجود في القاعدة. نعم. طيب أعود إليك دكتور إسماعيل الشريف عضو مجلس النواب، أفسح لك المجال كلمة أخيرة وأختم معك، لأنه ربما في هذا المحور من النقاش سوف نتحدث على زيارة قائد الأفريكوم إلى طرابلس، لكن أفسح لك المجال الآن كلمة أخيرة لو سمحت لي. ألو. نعم دكتور إسماعيل، لو كان لديك إضافة تفضل. دكتور إسماعيل الشريف عضو مجلس النواب، هل أنت معي؟ بيشتغلوا في السفارة ولا؟ دكتور؟ فترة لكن كلموني تو نكلم السجل. دكتور إسماعيل الشريف عضو مجلس النواب، هل تسمعني دكتور؟
تكلمت في السابق. طيب يبدو أن الدكتور إسماعيل الشريف عضو مجلس النواب لا يسمعني، سوف نحاول اتصال بك مجددا. أعود إليك أستاذ كامل المرعاش، أريد أن أخصص هذا المحور من برنامج الحدث الآن للحديث على زيارة قائد الأفريكوم إلى مدينة طرابلس. أسأل هنا عن التوقيت، وهل الأمر أي علاقة بما جرى ويجري في الجنوب الآن؟ بكل تأكيد له علاقة، حتى وإن كانت ليست علاقة مباشرة فالموضوع له علاقة وله تداعيات، ويفسر ويعطى تفسيرات كثيرة. وأنا هنا فقط أريد أن ألاحظ أن هذه القوة التي يقولون أنها لحماية ليبيا وسيادتها وحماية الجنوب، في الواقع هذا هراء وكذب، خصوصا أننا القاعدة تمنهنت لا تبعد عن قاعدة الوير إلا كيلومترات، وسمعنا عبر تسريبات كثيرة أن هناك قوات خاصة أمريكية تستخدم هذه القاعدة وتنزل في هذه القاعدة، ودون أن نرى أو نسمع ردة فعل هذه القوة التي تسيطر على تمنهند في التصدي للقوات الأمريكية التي تنتهك السيادة الليبية. وبالتالي هذا ينسحب أيضا على السيد السراج وحكومته الذين يستقبلون زعماء هذه القوات. ونحن نعرف أن قوة الأفريكوم كانت منذ أكثر من 15 سنة تبحث عن موطئ قدم لها في شمال إفريقيا، الجزائر رفضت، تونس أيضا رضخت للضغوط، وربما هناك قاعدة صغيرة لوجستية في الجنوب التونسي لهذه القوة. الآن يبحث وبشكل رسمي عن وجود لهذه القوة في قاعدة الويغ، وربما حتى في قاعدة تمنهند، والمفاوضات تسير على قدم وساق كما يقال مع السيد السراج الذي لم يفصح عن نوايا قائد الأفريكوم في القدوم إلى طرابلس في هذا التوقيت، وهو يعرف تماما أن هناك رغبة أمريكية